مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم من جديد في حلقة جديدة وحلقة مميزة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجلا أو سيدة أعمال مميزون، ومن زاوية سيدات الأعمال الأكثر تميزا والأكثر نجاحا والأكثر جمالا أيضا. رحبوا معي بالمدام هنا صاحبة شركة هاتس انتيريور ديكوريشن. بداية أسعد الله أوقاتك مدام هنا، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكم بشركتنا، ونحن اليوم الشرف لنا أنكم زرتونا. أكيد إحنا طبعا فخورين جدا فيكي مدام هنا. خلينا نتعرف عليكي مدام هنا وعن بداية حياتك العلمية والعملية، تفضلي. أنا اسمي هنا تراوي، فلسطينية الأصل. حياك الله. أهلا وسهلا فيك. نعم. فلسطينية الأصل، مولودة بلبنان. نعم. درست الثانوية العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحديدا بأبوظبي بثانوية أم عمار، والتحقت بالجامعة الأمريكية بقبرص بنيكوسيا بقسم الهندسة المدنية، تخصص تكنولوجيا المباني. ما شاء الله عنك. خلينا نتعرف أكثر عن هاتس انتيريور ديكوريشن، عن الخدمات اللي أنتم بتقدموها للمجتمع الإماراتي وغير الإماراتي، وخلينا نتعرف أيضا بنفس الوقت عن المصنع اللي أنتم عم بتصنعوا الفورنيتشر للسوق الإماراتي، تفضلي. نعم، نحن أسسنا شركة هاتس بروجكت مانجمنت بالبداية ب 2006. كانت الشركة مسؤولة عن إدارة المشاريع للانتيريور ديكوريشن، ومسؤوليتها بالدرجة الأولى هي إدارة المشاريع الهندسية لأعمال الديكور، وتبدأ بكادر فني بينفذ المشاريع أو بدير المشاريع عن طريق مواصفات محطوطة للمشروع بمدة زمنية معينة ومبلغ وبادجت معروفة للمشروع. هاي الشركة الأولى بال 2006. حلو. كانت الانطلاقة، خلينا هي الانطلاقة. حلو. بال 2012 كان لازم تتطور الشركة وتنتقل من إدارة المشاريع لتنفيذ المشاريع، فصار في ضرورة إنه نأسس شركة Interior Fit Out Contracting تقدر تنفذ المشاريع بكادر فني من الإنجينيرز وكادر مهني بالعمالة. وكانت هاي سبب أساسي لنقدر نعمل كنترول أكثر على الكواليتي أوف برودكشن، بما أنه نحن شركة هندسية بتنفذ معظم المشاريع للديكور كانتيريور برودكت، وضروري كان نعمل كنترول على الجودة للبرودكت اللي فينا نقدمها كديكور. حلو. وكمان بسياق التطور انتقلنا من مرحلة تنفيذ إلى مرحلة تصنيع. حلو. فكانت نقطة استراتيجية اللي هي تأسيس المصنع. المصنع كان سيل اندستريز، بيصنع كل شيء بيلزم المشاريع للديكور ابتداء من الاعمال الخشبيه واللي هي بتتفرع الى ابواب، خزانات، بانيلينج، باركي، غرف نوم، كل غرف نوم. اكيد هاي مش نزل تحت بند الفرنتشر طبعا، وممكن يكون لوس فرنتشر او فيكست فرنتشر. والفرنتشر اللي بنصنعه اللي هو جزء من قسم التصنيع، الفرنتشر على مستوى عالي من الجوده طبعاً، ومقاييس انترناشونال. وكمان عندنا قسم للسوفت فرنيشينج اللي هو التنجيد، ستائر، كل هاي اللي اكثر شيء بيطلبوها الريزيدنشال بروجكتس او الهوتيل بروجكتس. اها، حلو، ما شاء الله عندكم. في كمان قسم بالتصنيع اللي هو الرخام، كمان استحدث يعني تقريبا من شيء سنه، كان ضروري انه نخلي قسم رخام، لانه نحن كان هدفنا الاساسي لما ناخذ اي مشروع ونبدا فيه كانجينيرنج نبداه من بدايه الانجينيرنج للتسليم. وعاده المشاريع بتنقسم الى اعمال خشبيه، اعمال جبسوم، اعمال رخام، everything بيكون ان هاوس، وهون السيطره بتتم اكثر على الجوده. حلو، برافو عليكم، ما شاء الله عنكم مدام هنا. خلينا الان نتعرف اكثر عن الشيء اللي ميزكم بسوق دوله الامارات وخصوصا هنا بدبي، لانه اذا نظرنا على دبي بشكل عام. نعم. في كثير شركات بتقدم نفس الخدمه في مجال الديكور الداخلي او التصميم. نعم. فكيف احنا تميزنا وقدرنا نقنع مجتمع كامل بالكواليتي او خلينا نحكي بالبرايس اللي احنا بنقدمه، تفضلي. نعم، انا بقول انه الشركه بتتميز اكثر شيء بالكادر الفني اللي بيكون موجود فيها.
برافو عليك. وحقيقة لازم يكون في اهتمام كتير مطلق لهذا الكادر الفني، لأنه هو يلي بينتقل المعلومة من عنده إلى الكادر المهني سواء تصنيع أو تنفيذ على الموقع. فهي أول نقطة أنا بركز عليها دائما، ليش الشركات بتتميز. النقطة الثانية اللي بتميز الشركات جودة المنتج نفسه، بما أنه في مهندسين عندهم خبرة وكفاءة أكيد رح يعملوا ترانسليشن لهاي الخبرة والمعلومات للتصنيع، لكادر التصنيع، وبالتالي رح يكون في الهايست كنترول بالبرودكشن بالبروسس لتبعية التصنيع على الكواليتي. وهذا اللي بده إياه أي كلاينت بيجي على أي شركة، الأبروتش تبعه أنه يأخذ أفضل إنتاج بالضبط. من الشركة بأفضل الأسعار وطبعاً أكيد بريزنابل برايسز. وعلى هذا الأساس كتير كان أساسي أنه نحن نعمل السيركل مضبوطة. فالاهتمام بالكادر الفني بالدرجة الأولى كتير أساسي عنا، والإنتاج وجودة الإنتاج. وفي كمان نقطة أنا بركز عليها اللي هي الابتكار. بهمني كتير أنه يضلوا الكادر الفني مش ليميتد لحد معين بالأفكار. بهمني دائما يجيب أفكار جديدة، ديزاينات جديدة يلحق الترند العالمي بالبرودكشن، وكمان يشوف شو هن التكنولوجيا اللي تستحدث بالإنتاج كمان. والتكنولوجيا مش مقتصرة بس على ماشينز، ممكن على سوفتورز كمان تخلي الستاف عندك أقدر وأجدر أنه يقدر ينفذ مشاريع بجودة أعلى. صحيح، ما شاء الله عنك مدام. طبعا شكر خاص من قناة ABC العربية لإلك ولهاي الأفكار الجيدة، ما شاء الله عنك مدام. نتمنى لك كل التقدم والنجاح أكثر وأكثر. الآن خلينا نتعرف على شو هي الرؤية المستقبلية للمدام هنا. نعم، أنا بالنسبة إلي الرؤية الخاصة اللي أنا يعني سعيت من بداية التأسيس واليوم ورح أضلني أسعى أكثر، إني أنا بدي أوصل الشركة للعالمية بستامب ميد إن يو إي إي. حلو، هاي الشغلة كتير بتهمني، لأنه بالإندستري تبعتنا إحنا كإنتيرير فيت أوت كونتراكتينج أو كمصنع ومنتج للمفروشات والأعمال الخشبية، بلاقي أنا إنه كتير ضروري نركز على نحن وين موجودين وننتج المنتج sourced and fabricated in UAE تحديدا. وان شاء الله نحن هلا بالبروسس تبعت الفاينل ستيج فينا إن نقول شاء الله. بهاي المرحله ان الله راضي ان شاء الله. انا متاكد انه قريبا جدا حنشوفكم وصلتوا للعالميه مدام هنا، لانكم تستاهلوا وبتستحقوا هذا الشيء. الان حابب اسالك سؤال كبزنس وومن هون وكاكسبيرينس بيرسون، شو هي نصيحتك لسيدات الأعمال اللي بيحبوا يتوجهوا لموضوع التصنيع أو موضوع البزنس بشكل عام، ولكن حاطين إنه الريزون الأكبر اللي هو الريسك على الكابيتال اللي موجود؟ فأنتي كبزنس وومن ناجحة وطموحة بحياتك، بدنا منك رسالة توجهيها لهاي سيدات الأعمال، تفضلي. بحب أنا من القناة هون اللي هقدم نصيحة لكل سيدات الأعمال اللي بيحبوا يخوضوا التجربة يبدأوا. أول شغلي عشان تنجح أي سيدة أو أي شخص لازم يكون يحب المهنة اللي هو بده ينفذها، وبعدين بصير ماهر فيها، والمهارة رح تعطيه ثقة أعلى بنفسه طبعاً. وبإيش ممكن يقدم للناس. لذلك أنا بحب هقول لهم ما يخافوا أبداً وما يترددوا، على العكس يجربوا، لأنه بالتجربة رح يتعلموا أكتر. النكست ستيب والتالي والتالي رح يكونوا أقوى ويقدروا يحققوا أحلامهم بأن يوصلوا لطموحاتهم كلها. بالعكس، السيدات بالإمارات عندها مجال إن تكبر، مجال مفتوح، وهذا الشيء كمان الدعم الحكومي كتير طبعاً. كتير متوفر، الدولة ما مقصرة بكل المجالات وخصوصا للسيدات. حتى لو ابتدأوا بزنس صغير أنا بشجعن إنه أي حلم بيبدأ بحلم صغير بالضبط. أي شيء بدك تحققه بيبدأ صغير وبيكبر. أكيد طبعاً، ما شاء الله عنك مدام. شكراً لإلك على هاي الرسالة. شكراً. بتمنى كل المشاهدين يأخذوها بعين الاعتبار. طبعاً مدام هنا، أكيد إحنا في مسيرة حياتنا في إلنا داعمين، سواء دعم معنوي أو دعم مادي، فأكيد في إلك داعمين، في كانوا داعمينك في حياتك العملية خلينا نحكي.
فإذا بتحبي تشكريهم الكاميرا من أمامك والمايك من عندك. نعم فضل. أنا أول شيء بقول الفضل أكيد لرب العالمين الحمد نعم. لله على توفيقه، وأكيد بذكر أهلي وبشكرهم على كل الدعم اللي قدموا لي إياه وطريقة تعليمي وكل هاي التفاصيل، وبخص أكيد زوجي مستر أيمن خير الدين وشريكي بهاي المسيرة اللي أنا بقول إن شاء الله أنها تعتبر ناجحة، وهو أكيد معنا بنفس المجال وبنفس الشركة أكيد. وشكر أكيد للستاف والعالم اللي معنا بالشركة الموظفين والعمال فريق العمل المتكامل. شكرا لك طبعا كمان من ABC العربية، شكر خاص للعائلة الكريمة ولزوجك مستر أيمن الفاضل. مدام هناك احنا مقيمين هنا ومستثمرين بدولة الإمارات نعم. أكيد بنعرف أنه دولة الإمارات رقم واحد بالعالم تنعم بالأمن والأمان بالرفاهية بالبيئة الاستثمارية أيضا، فهذا الشيء بصراحة هو اللي بيخلينا نيجي هون نحط فلوسنا هون نستثمر أهلينا عيالنا هون، فإحنا الحمد لله سيف أند سكيور. فهذا الشيء ما إجا من فراغ، أكيد إجا من حكومة حكيمة رشيدة خطة مدروسة مستقبلية. فبنا منك شو تعليقك على الأمن والأمان الموجود هون، وأيضا بنا نلحقها برسالة شكر لشيوخ وحكام الدولة، ما ننسى نخص بالذكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات. تفضلي مدام. أكيد دولة الإمارات الحمد لله رب العالمين دولة تنعم فعلا بالأمن والأمان، وهذا بيتمثل بأنك بتشوف right now هلأ بهاي البلد قديش في شركات مستثمرة عم تحب تيجي، وصار عندهم رغبة عالية بأنه ينفذوا، وعلى صعيد أسماء كبرى بالعالم طبعا. أكيد من الريبيوتيشن السمعة الطيبة اللي وصلت لها دولة الإمارات العربية المتحدة من هذا الأمن والأمان، وعملت الدعم اللامتناهي للشركات لتيجي تقدر تبني وتنطلق من هون للعالمية بالتصنيع. كمان شغلة مهمة أنه نحن فينا نشوف دولة الإمارات العربية المتحدة إكزامبل، يعني بخلال فترة وجيزة من إنشاء دولة الإمارات طبعاً. إلى اليوم نقدر نشوف التطور العظيم اللي وصلت وصارت سباقة ومن الرياديين إذا مش رائدي بالفعل عالمياً بالسمعة الطيبة والتجارة وكل شيء أي دولة بتتمناها توصل له من الرفاهية والاقتصاد. أكيد طبعاً، يعني ما شاء الله عنهم الشيوخنا ما قصروا نعم. رفعوا دولة الإمارات لحد عالي جداً، لدرجة أنه فعلياً أنه نسبة المتجولون بالشوارع كنساء نعم. وسيف 100%، يعني هذا نعم. الرقم ما إجا أكيد من فراغ، فإلهم الشكر والتقدير أكيد. من قناة ABC العربية أكيد، والشكر موصول لإلك مدام هنا لاستقبالك الرائع لإلنا بالمصنع الخاص بحضرتكم ولحسن الضيافة، وشكراً كثير على القهوة. وقبل نهاية البرنامج بحب أخذ منك كيف نقدر نتواصل مع هاتس كمصنع وكديكوريشن. تفضل. نعم، نحن كشركة هاتس انتيرير ديكوريشن وسل اندستريز متواجدين بدبي نعم. جبل علي الصناعي 1 موجود أكيد الويب سايت على أكيد. الإنترنت بأسفل الشاشة أيضا بأسفل الشاشة نعم. رح يكون موجود أكيد نعم. ورح يشرفنا تواجد أي حد للزيارة نعم. أو حتى ليتفرجوا ويتعرفوا أكثر على شركتنا ويعرفوا ليش شركتنا مميزة عن غيرها من نفس المجال من أكيد. الشركات اللي بنفس المجال. أكيد ما شاء الله عنكم مدام. طبعا الآن كمان اسمحي لنا أنه نأخذ جولة داخل هذا المصنع المميز. شكرا لك حتى نعرض للسادة المشاهدين. شكرا لك. الشرف لنا وشكرا كثير على الزيارة، ونحن تشرفنا فيكم كثير. شكرا، الشرف لنا. شكرا على وقتك الثمين. شكرا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.